خلونا نروح لخبر آخر أعتقد أنه الأهم ومن أهم الأخبار النهاردة. ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا. تم استعراض الجهود المستمرة لمواجهة الأزمة وموقف توفير اللقاح بمشاركة الوزراء أعضاء اللجنة والمسؤولين المعنيين. كلف رئيس الوزراء بوضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا والإعلان عنها والمعايير المتبعة في هذا الشأن، وذلك بعد أن استمع إلى عرض من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة وتناول جهود الدولة لتوفير اللقاحات المختلفة وسبل أيضا تقديمها للمواطنين. دكتور مصطفى مدبولي أكد على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية وتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريا من المخالفين. كما تم خلال الاجتماع كمان الموافقة على تخصيص 1 مليار جنيه من الاحتياطات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا. وجه رئيس الوزراء بتطبيق تناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية لمنع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا. يا دكتور برحب بحضرتك. الخير عليك يا فندم، معكم مشاهدي. النهارده كلف رئيس الوزراء خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا والإعلان عنها والمعايير المتبعة في هذا الشأن. هل في أخبار عن آليات توفير اللقاح؟ احنا من أيام يعني تابعنا على الهواء مباشرة وصول عدد أو نقدر نقول دفعة أولى من لقاح ساينوفارم، ولكن التصريحات الأخيرة بتقول أنه هيتم توفيره بعد ما الدولة تتأكد مرة ثالثة بشكل كامل أنه آمن 100% وفعال 100% أو يعني بمرحلة كبيرة يعني أو بنسبة كبيرة لإعطائه للمصريين. إيه اللي حصل في هذا الشأن يا دكتور؟ خلينا نبص على قرارات النهاردة يعني مجلس الوزراء بطريقة مختلفة، أنا هبص عليها بطريقة عكس التسلسل بحضرتك. اتفضل. احنا دلوقتي في مرحله الاساس فيها الوقايه، وان احنا بنقول ان الاعداد تزايدها مرتبط بالاجراءات الاحترازيه، فكان اول اجراء اخذته الدوله هي تشديد الاجراءات الاحترازيه وتشديد على اهميه الاجراءات الاحترازيه، لدرجه ان هو بدا يقول ان احنا هنطبق غرامات فوريه على من يعني لا يلتزم بيخالف ده. ودي الخطوه اللي انا شايفها اهم. دي الخطوة الثانية المهمة جدا اللي الدولة بتعلنها، والإعلان هنا لزيادة طمأنات الناس هي توفير 1 مليار جنيه اعتمادات لمواجهة الجائحة. وده رقم طبعا مش قليل، سواء كويس على العالم كويس يعني في أي دولة في العالم، رقم 1 مليار جنيه ده رقم كبير جدا يؤمن للمصريين إن هو إحساس بالأمان إن أي احتياجات سواء من أدوية أو من أجهزة هتبقى أو من أي شيء آخر لمواجهة الجائحة هيبقى جاهزين فيه. نيجي اول نقول الناس التزموا، لان اللقاح الامن الان دلوقتي هو الكمامه الطبيه والاجراءات الاحترازيه، ولو لا قدر الله اصبت هتلاقي الامكانيات متوفره. دكتور خليني اسال حضرتك بشكل علمي، اللقاح حينما يتوفر ايا كان بقى امتى بعد ما الدوله تاخد اجراءاتها، ومن الواضح ان احنا في الطريق لان احنا عندنا دفعه وفي دول ابتدت فعلا حوالينا باعطاء هذا اللقاح لمواطنيها، ولكن اللقاح لا يمنع العدوى ولكن يمنع الدور الشرس، هل هذا صحيح؟ لانه الناس ابتدت تتهاون وتتساهل في الاجراءات على اساس انه ناس يعني انه مجموعه من المصريين هيبتدوا في اخذ هذا اللقاح. خلينا نقول ان احنا الاهم هذه مرحلة إجراءات احترازية، ثم اللقاح اللي هيمثل طوق الأمان للناس، لكن بقول برضو إن احنا مش كل المصريين ولا كل العالم هيتلقى اللقاح في نفس الوقت. هيبقى في الأول هتبقى الفرق الطبية، ثم الناس الأولى بالرعاية اللي هي يعني أهلنا كبار السن، ثم أصحاب الأمراض المزمنة وخصوصا أمراض الكلى والسرطان وأمراض القلب وأمراض الصدر المزمنة، هم دول هيبقوا اولى في الرعايه، ما فيش حد في العالم هياخد مره واحده. يبقى لازم الالتزام والالتزام والالتزام هي دي اهم مرحله. لان احنا بنمر بمرحله تزايد في انتشار الفيروس نتيجه سواء فتره البرد اللي بتشهد دائما وابدا
زياده في نشاط الفيروسات التنفسيه، فدي هيبقى فيه زياده فيها، فنقول الحذر والحذر والحذر في الفتره القادمه، لان هو ده هيبقى طوق النجاه للمصريين. طب دكتور، عايزه برضو في هذه النقطه لو تسمح لي، الحقيقه انه الكثير من الاصوات خرجت انه ما بين المواطنين والشباب تحديدا، يا اما هياخد هذا اللقاح يا اما لا، وخوفا من ذلك، وفي شائعات خرجت في العالم كله فيما يتعلق بفاعليه هذا اللقاح وانه امن وغير امن. انا كمواطن وبسال بشكل علمي حضرتك، لو اللقاح متوافر في اي مرحله من المراحل، حضرتك بتشجع انه كلنا ناخده؟ يعني انا كمواطن اتناول هذا اللقاح ولا مش شرط؟ قولا واحدا وكلام علمي كويس ليس له اي هوى غير راي علمي، لو توفر للقاح هاخده وبدون تردد. نعم كويس، لان احنا نعيش وباء، اظن احنا بقالنا سنه، هذه السنه يعني ما اظنش ان في خلال العقدين الماضيين ولا 200 سنه اللي فاتوا كان في يعني العالم شاهد كارثه مش كارثه وباء كورونا، سواء من عدد الاصابات او من عدد الوفيات او من يعني الاقتصاد والسياسه والحياه عموما، جميع اوجه الحياه تمت وقفت تماما. نعم. حتى لما رجعت ما رجعتش بصوره كامله ولا بصوره طبيعيه. الامل الوحيد لعوده الحياه بصوره طبيعيه حل من اثنين، يا دواء شافي يا لقاح واقي. كويس، وان لغايه هذه اللحظه هو ما فيش دواء شافي، هي في بروتوكولات علاجيه تمثل نجاح كبير، لكن الامل من عدم الاصابه. عامل الاصابه غير الاجراءات الاحترازيه هو اللقاح. وبنأكد للمصريين ما فيش لقاح هيخش مصر، او هنقول للمصريين خدوه الا ما تكون اثبت الامان والفاعليه. وهنا باكد على الامان قبل الفاعليه. فلو سمحتوا احنا واثقين ان احنا مش هنقول للمصريين خد هذا اللقاح على الا بعد ما كل الدراسات تاكدت من امانه وفعاليته، واحنا متاكدين من ده مليون في المية. بالنسبه لتنوع مصادر الحصول على لقاح للدوله المصريه، قد ايه النقطه دي هامه او فعاله برايك في هذه المرحله يا دكتور؟ المهم المرحله دي مهمه جدا، لان في احنا بنقول ان اذا كان في دلوقتي اربع لقاحات هم اللي انتهوا من تجاربهم، لكن في مئات الدراسات على لقاحات اخرى ما زالت موجوده. لكن حتى هذه اللحظة بنقول إن اللقاحات التي تعتمد على الفيروسات اللي هي inactivated أو اللقاحات اللي تعتمد على الفيروسات التي تحمل على فيروس آخر هي دي الأكثر أمانا، تم تجربتها في أمراض فيروسية أخرى كثيرة، في لقاحات أخرى مماثلة ليها لأمراض أخرى وأثبتت الأمان والفعالية. فعشان كده هو ده يعني الاختيار الأول لي، لان هي في تجارب سابقه عن تجارب مماثله للقاحات بنفس التكنولوجي وبنفس الفكر. فبنطمن المصريين اطمئنوا، لما نقول للناس تلقوا اللقاح احنا بنطمنهم اللقاح ده امن، اللقاح ده فعال، اللقاح ده هيحمينا من الاصابات المتوسطه والشديده بالمرض، ده هيحمينا من الاصابه، هيخلي حتى لا قدر الله لو اصبنا بالمرض هتبقى اصابات طفيفه جدا. خليكم واثقين ان مصر قويه، خايفة على شعبها، علماء مصر. الحقيقة أنه فعلا نفس الرسائل دي أكد عليها بالأمس مستشار الرئيس دكتور عوض تاج الدين. نقطة أخيرة يا دكتور، إحنا مستمرين في الإجراءات الاحترازية كمواطنين وارتداء الكمامات فترة لسه قدام، يعني مش هنتخلص منها بمجرد لقاح أنه نزل الدولة المصرية. الكمامة حتى آخر واحد نعلم أنه أصيب ونعلم أن الوباء انتهى. الكمامة هي أعظم اختراع في عام 2020، هي اللي هتقينا وتحمينا وتحمي أهلي وتحمي ولادي وتحمي مجتمعي وتحمي بلدي من الإصابة بإذن الله. طيب. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مستمرين في ارتداء الكمامات لفترة لسه ما تحطت لهاش ديدلاين زي ما بيقولوا، أو وقت تنتهي فيه أو ينتهي فيه هذا الأمر. إحنا مستمرين في الإجراءات، مستمرين في ارتداء الكمامات لفترة لا نعلم متى تنتهي، لأن الأمر مكمل معانا.